قبل الفاصل كنت بقولك ان السوشيال ميديا والناس الجمهور اللي قاعد بقى متابعك وبيحبك من زمان اثبت ان انت ليك حتة كده في قلبهم قوية. اكيد كنت بتشوف بقى غير الناس اللي بتجيلك في المستشفى الناس العادية اللي قاعدة في البيت وماسكة الموبايل وعمالة تعمل سيرش كل شوية وتبعت على السوشيال ميديا عندك ويحاولوا يبينوا ان هم بيدعوا لك. نعم. احساسك كان ايه بقى بالناس دي؟ غير وانا في وسط قلب الحدث للأسف الشديد كان متاخد مني الموبايلات ومتاخد مني كل حاجة، فما كانش يعني متابع قوي، لكن كان بيوصل لي من القائمين عليا، يعني وهي المدام اللي كانت بتبقى هي اللي معاها كل التفاصيل دي كانت بتقول لي انه يعني في موجة كبيرة جدا جدا من دعاء الناس على السوشيال ميديا، وانا بشكر كل من دعالي وكل من يعني عمل الفكرة دي عشان يقف جنبي حتى لو ما بشوفتوش ولا اعرفه ولا اي حاجة، ولكن ده كل الشكر وكل المحبة ليهم يعني قصاد محبتهم العظيمة دي. هقولك على حاجة، يمكن هو موقف حصل انا قبل ما اعمل العملية الاولانية، يعني انا كنت تعبان قبلها حوالي 4 ايام، يعني اما تعبت يعني التعب ابتدى كان قبل العملية ب4 ايام. تمام. وما نزلتش اي حاجة ولا قلت اي حاجة ولا عملت اي حاجة، ده لانه انا بحس انه يعني الناس كل واحد فيه اللي مكفيه زي ما بيقولوا، فما حبيتش ان انا اوجع الناس ان انا تعبان، لان انا كمان كنت واصل لدرجة ان انا كنت تعبان النفس كان عندي فيه مقيح، تفاصيل كتيرة جدا جدا يعني، فما كنتش حابب اعمل الفكرة دي. الناس عرفت بشكل غير مباشر، وهو ده تقريبا اللي عمل الفكره. يعني انا بعد ما طلعت من العمليات طبعا لسه في البنج وتحت تاثير البنج وكده، والناس حتى اللي كانوا معايا مننا كنا تقريبا المدام كانت سهرانه معايا 3-4 ايام اللي فاتوا، فمجرد ما طلعت وانا كنت نايم في البنج هي كمان ايه قالت تخطف سعايا كده، احدهم صورني بالأجهزة بتاع والحاجات دي، وده كان في رينج 5 الصبح 6 الصبح يعني، واختفى وما تعرفش وحاجات كتيرة جدا، ونزل على قد ما أنا كنت زعلان نزل الصورة دي بشكل أو بآخر أو سربها بشكل أو بآخر، يعني على قد ما أنا كنت بقى يعني أما عرفت ان يعني انا كنت والدتي ما تعرفش، في ناس كتيره جدا قريبه مني ما ناس تعرفش، ناس خضوا عليك جامد، فحصلت الخضه دي ما كنتش عايزها تحصل يعني. بس على قد ما انا كنت متضايق في اول ما عرفت، على قد بقى ما تتصوريش مدى ردود الافعال، السعاده اللي جات لي من ردود الافعال. طبعا يعني انه زي ما انت قلتي الجمله الجميله اللي حضرتك قلتيها، ان انا لقيت حته ليا في قلب الناس. طبعا. فدي بقى يعني ايه هونت عليا كتير جدا جدا، وساعدتني جدا على المستوى النفسي، وادتني بوش اب كبير جدا ان انا احس انه اللي انا اشتغلته في السنين اللي فاتت دي اثر مع الناس، معلم مع الناس، الاسم بالنسبه لهم مش غريب، ان اسم قريب، ف يعني ما تصوريش مدى ان ده ساعدني نفسيا قد ايه عشان اقف على رجليا في اقرب وقت ممكن يعني. فكانت ردود افعال طبعا عظيمه جدا، واكرر مره تانية شكري ومحبتي لكل الناس اللي دعوا لي ووقفوا جنبي، وسواء يعرفوني او ما يعرفونيش يعني، بس هم على الراس يعني.